السلام عليكم كل متابعين قناة الأعزاء، يا رب تكونوا بخير. أنا عادل ولي ودي قناة شوارع معلم اسكندرية. النهارده الاثنين 22 يناير موجودين فين؟ موجودين على شواطئ منطقة أبو قير طبعا، المتداول في الأيام اللي فاتت من يوم السبت اللي فات عن كارثة شواطئ أبو قير، فجينا الحمد لله علشان نشوف الدنيا في إيه، بالرغم أقسم بالله كنا موجودين هنا يوم الجمعة. الحمد لله مفيش كارثة ولا حاجة، الدنيا زي الفل. الموضوع عبارة عن ايه؟ الموضوع عبارة عن ان بيتم حاليا التكريك لمينة ابو قير الجديدة. بيتم حاليا زي ما انتم شايفين المعدات شغالة اهي، 22 يناير الاوناش الكراكات عملية التكريك شغالة في ميناء ابو قير الجديد، ميناء ابو قير الجديد. فلازم ولابد في عملية التكريك وعملية الحفر ان يكون التربة المتشبعة بالطين او بالطمي تعمل اللون الاسود في المية. فطبعا ناس كتير افتكرت اللي فيه كارثة في ابو قير. كنا موجودين يوم الجمعة اللي فاتت والناس كلها كانت قاعدة بتستمتع بوقتها، الشواطئ شغالة، الناس موجودة مبسوطة، مفيش اي مشكله. فالنهارده برضو حابين نكون موجودين نوضح لكم الصوره. لازم اللي يعمل فيديو عن ابو قير يا جماعه قبل ما يقول كارثه يعرف ايه هي طبيعه ابو قير. لو انت ما عندكش فكره احنا فين، احنا موجودين في اخر نقطه موجوده في اسكندريه على البحر الابيض المتوسط، منطقه ابو قير. احنا كده خلاص اخر نقطه لإسكندرية على البحر الأبيض المتوسط. كده احنا أمامنا إيه؟ احنا كده أمامنا مطعم زفريون، وأمامنا طابية السبع، وطابية البرج اللي واخدة من هنا البحر الحي والبحر الميت، أمامنا طابية كوسا باشا، أمامنا السلخانة، وأمامنا مدافن أبو قير. تمام كده؟ لو جينا هنا كده أمامنا مينة أبو قير الجديدة اللي بيتم إنشائها حاليا على قدم وساق. الاوناش والتكريك والاعمال شغاله بسم الله ما شاء الله، مشروع ضخم جدا، مشروع حيوي هينقل منطقه ابو قير، بل هينقل شرق اسكندريه كله نقله كبيره باذن الله ان شاء الله يتم على خير. كده احنا امامنا جزيره الاختين، تمام الاختين. كده احنا امامنا ايه بقى على الشمال الصوره؟ امامنا شارع الفرن الالي او شارع علي بن ابي طالب. امامنا ايضا من الشوارع بقى شارع بورسعيد اللي هو امتداد لشارع ملك حفني، وامامنا بقى شارع الزاهر بيبس والنقلي واحمد عرابي وسعد زغلول والنهضه والوحده، ماشي، شوارع كتيره مشهوره جدا في ابو قير. ايضا امامنا لقنده ابو الدهب وسوق اللقنده. امامنا مدينه مهمه جدا 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 كانت موجوده زمان في اسكندريه او فيما يسمى ضاحيه ابو قير، مدينه كانوب او كانوبيس او كانو بوس. هي حاليا مكانها طابيه التوفيقيه. ايضا امامنا جزيره جريشه الصغيره وجريشه الكبيره اللي هي في ريال واستراحه الملك فاروق، وامامنا جزيره المسخوطه والجمريه وجزيره حلاوه الى وبراديس الى ان نصل وكابينة ساسوها الى ان نصل للمعموره الشاطئ والمنتزه. ابو قير ليها طبيعه خاصه بالنسبه لسكان ابو قير، هم اهالي يا جماعه، اهالي منطقه ابو قير تختلف اختلاف كبير جدا عن معظم اماكن موجوده في اسكندريه. سكان منطقه ابو قير يختلفوا اختلاف كبير عن وسط البلد، عن البحري، عن الانفوشي. فيهم خليط كبير جدا من محافظات كتيرة، يعني فيهم ناس أصلهم من رشيد، أصلهم من كفر الشيخ، أصلهم من إدكو، أصلهم من المعدية. أبو قير الظهير، ظهير أبو قير كله أرياف فلاحين، مع احترامنا ليهم كلهم على دماغنا من فوق، ناس طيبين، ناس محترمين، عزبة المكنة وعزبة نشأة والطابية وترومبات والأحواض والهليلة والرحمانية والإصلاح والعمروة وظهر المنظرة من الخلف كله أرياف. ظهير أبو قير كله أو معظمه ريف. إلى الآن أبو قير
متمسكه بالتركيبه السكانيه المختلطه من جميع هذه المحافظات، لهجاتهم مختلفه، في اللي بيتكلم لهجه اسكندراني، في اللي بيتكلم اتكاوي، في اللي بيتكلم رشيدي، في اللي بيتكلم كفر الشيخ، كل واحد محتفظ بلهجته. بالنسبه حتى لمسميات الاسماك هنا في ابو قير هتلاقيها مختلفه عن مسميات الاسماك في بحري، يعني اهلنا في بحري بيقولوا على الريتسا جونشول، هنا بيقولوا على الريتسا ريتسا، اهلنا في بحري بيقولوا على الاخطبوط الصغير برامب، هنا بيقولوا عليه فوتبول، بيقولوا هنا في ابو قير بيقولوا على الاخطبوط الكبير جرنيتا. فاللهجات هنا مختلفة لأن داخل فيها لهجات محافظات كتيرة، وده الوضع الحالي الموجود في كل مناطق اسكندرية حاليا. تعايش للثلاث أديان، الديانة المسيحية موجودة، الديانة الإسلامية موجودة، الديانة اليهودية كانت موجودة، يعني لو تسمع عن صيدلية فراعنة كان قدامها أو كان أمامها معبد يهودي، فالثلاث ديانات كانوا موجودين بجوار بعض في منطقة أبو قير. ممكن حد يسألنا طب الطين أو الطمي اللي ظهر في فيديوهات جه منين؟ هقول لك يا سيدي، عشان لو اللي بيجي يصور عارف إيه هي طبيعة منطقة أبو قير هيعرف إن الطمي أو الطينة دي جت منين، عمليات التكريك شغالة. منطقة أبو قير الظهير بتاعها الريفي فيه مكان اسمه الترومبات اللي إحنا بنقول عليه الطابية، ترومبات الطابية دي بتصرف مياه الصرف الزراعي في البحر بجوار شركة أبو قير الأسمدة وبجوار شركة راكتا أو خلف البحر الميت. الترومبات بتصرف المياه الصرف الزراعي، فطبعا مياه الصرف الزراعي فيها طمي فيها طين، فالمية لما بتقرب لشواطئ أبو قير بتبقى محملة بالطمي، فلما تم التكريك فالتكريك بينزل على أعماق بعيدة فأصبح المية مشبعة بالطمي. حاجة تانية، على يمين الصورة بجوار أبو قير في بغاز المعدية، البغاز المعدية الميناء القديم متصل بإيه؟ متصل ببحيرة إدكو، بحيرة إدكو بحيرة متسعة كبيرة جدا فيها طمي وفيها ورد النيل، حسب المد والجزر المية بتدخل البحر ومية البحر بتدخل على البحيرة، فبيدخل البحر طامي وورد النيل، يعني ممكن تلاقي في ابو قير هنا ورد نيل، وممكن تلاقي الطين قادم منين؟ من المعديه، لان البحيره مليئه بالطين ومليئه بورد النيل. فالطامي جه هنا بالظبط من ترومبات نشات، من ترومبات الطابيه ومن المعديه. نفس الموضوع موجود فين؟ موجود في الماكس، ترومبات الماكس بتصرف مياه بحيرة مريوط اللي قادم اللي بيصب فيها مصارف الصرف الزراعي ترعة الخندق أو ترعة العرب، فبيتم صرفها في مياه البحر في منطقة الماكس. فلابد اللي يجي يصور هنا في أبو قير يكون عارف إيه هي طبيعة اللي جم صوروا، قالوا كارثة، جم صوروا في المكان ده المخر ده المية دي اهو الدنيا زي الفل مفيش، يعني ألف به ألف به ده تكريك اهو، احنا المكان اللي بيكركوا فيه والمكان اللي فيه الكارثة والمكان اللي فيه الـ الـ المشكلة مفيش اي حاجة خالص، دنيا تمام. يا ريت كل انسان عنده ضمير عنده محتوى يتقي ربنا في المشاهدين اللي بيضحك عليهم وبيديهم معلومات غير دقيقة، ما بقولش صحيحة، غير دقيقة، يتحرى الدقة ويفهم، او ممكن في ناس تبقى فاهمة بس هي عايزة تعمل بروباجندا، عايزة تعمل سبق كده، هي يعني بتبقى فاهمة والناس يقولوا لها ده تكريك والناس يقولوا لها دوت اعمال، لا هي كارثة كارثة لا قدر الله، قطر يدخل في قطر لا قدر الله، عمرتين يناموا على بعض زي في الأزاريطة، غريق زي الله يرحمه يوسف في لوران، دي كارثة. لكن عمليات التكريك استحالة تكون كارثة، يعني استحالة تكون كارثة، يعني ما علينا. المهم أتمنى لو حضرتك أول مرة تتابعنا اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان كل جديد عن اسكندرية يوصل لكم، الأهم ما تنسوش ادعمونا بالإعجاب من احنا كده امامنا شاطئ ابو قير الشرق المميز بكام؟ ب 15 جنيه. ابو قير قبل طبعا احنا حاليا على طريق البحر الجديد او طريق الكورنيش الجديد، مشروع مهم جدا. قبل هذا المشروع ابو قير كانت بقايا اسكندريه بتاعت زمان. زمان يعني ايه؟ يعني تيجي مثلا من الشارع بتاع الفرن الالي كده انت وولادك عيلتك كلها 20 فرد، تقوم قالعين هدومكم كده وحد يقعد لكم تحت الشمسيه او معكمش الشمسيه حد يقعد لكم على الرمله، وتنزلوا كلكم في البحر وتاكلوا وتشربوا وتتمشوا ببلاش.
تيجوا هنا بوقير ببلاش، يعني ممكن تيجي تنزل الميه وتستمتع طول اليوم من غير ما تدفع ولا جنيه. حاليا الشاطئ ب 15 جنيه للفرد، خلاص بقى في شواطئ، بقى في بوابات. ابو قير قبل موضوع المشروع ده ما كانتش كده طبعا، كل حاجه وليها ضريبه. هو مشروع مهم جدا طبعا. كانت البحر بيرتطم، امواج البحر كانت بترتطم بالعمائر الى براديس كده، كانت الميه كنت ممكن وانت في البلكونه هنا في العمائر دي تنزل الصناره وتصطاد هنا على البحر. معلومة كده أيضا عن أبو قير، طبعا محطة أبو قير الموجودة حاليا كان مكانها مش المكان اللي هي موجودة فيه دلوقتي. يعني محطة أبو قير عند مدرسة كده فرنسيسكان على قيمة الشارع كان هي المحطة القديمة، والشارع إلى الآن مسمى باسم المحطة القديمة، وكان الجرار أو العفريتة بتيجي هنا عند زافيريون وتلف. طابية التوفيقية اللي أمامنا اللي بجوار طبيعة حلاوة والمسخوطة، كان في مدينة زي ما قلت لكم مدينة كانوب أو مدينة كانوبيس. المدينة دي كانت موجودة هنا في الضاحية، ضاحية أبو قير، قبل مجيء الإسكندر أكبر. يعني عمرها حاليا حوالي 2500 سنة أو أكتر، كان اسمها مدينة كانوب أو كانوبيس، سميت بهذا الاسم علشان كان في فرع من فروع النيل المندثرة اسمه الفرع الكانوبي اللي كان بيغذي اسكندرية وطرقة شادية. وطبعا الفرع ده اندثر، كان بيصب في البحر من هنا عند بنيلة كانوب. وشارع فؤاد حاليا في اسكندرية كان مع بدايته لما ديمقراط او ديمقراطيس صمم مدينة اسكندرية، سمى شارع فؤاد شارع كانوب او الشارع الكانوبي، ثم شارع رشيد، ثم المحجة الكبرى، ثم شارع فؤاد، ثم شارع جمال عبد الناصر، ثم شارع طريق الحرية. كل دي مسميات شارع فؤاد، لكن في البداية كان اسمه شارع الشارع الكانوبي او شارع كانوب. كانت مدينة ليها ميناء كبير جدا مهم جدا على البحر المتوسط قبل مجيء الاسكندر الاكبر. هي حاليا مكان طابية التوفيقية، وطبعا ايضا طابية التوفيقية اصبحت حاليا اثر بعد عينه. امامنا براديس، امامنا مدافن، بعد كده مدافن المعمورة، وبعد كده المعمورة الشاطئ، وبعد كده المنتزه. موجودين في اخر حدود محافظة اسكندرية مع محافظة البحيرة. ايه هي اخر نقطة ايضا من على الشمال؟ الظهير الزراعي لابو قير، منطقة بقى عزب نشأة والمكنة والطابية. منطقة الطابية او الترمبات مقسومة جزئين، جزء بحيرة وجزء اسكندرية. في طابية بحيرة محافظة بحيرة مركز ثقافة دار، في طابية اسكندرية حي المنتزه. اخر حاجة معانا ان شاء الله في الفيديو، منطقة ابو قير اتسمت على اسم مين؟ اتسمت على اسم رجل دين قديس يسمى ابا قير، تم اعدامه على يد الوثنيين الرومان ودفن في هذه المنطقة، واتسمت المنطقة باسمه من ابا قير الى ابو قير. هو كان بالكاف ابا قير، والمنطقة اتسمت ابو قير. ابو قير ما كانتش من ضاحية الرمل، ضاحية الرمل كانت مستقلة وضاحية ابو قير كانت مستقلة. واسكندرية لو عندكش فكرة، اسكندرية محمد علي لما تولى حكم مصر 1805 وضم اسكندرية 1807، كان حدود اسكندرية بالنسبة له شارع او ترقة الفرخة او شارع قناة السويس، ثم العمران بدأ يتحرك رويدا رويدا في البداية من منطقة الشاطبي إلى منطقة سيدي جابر، ثم ضاحية الرمل من سيدي جابر إلى فيكتوريا، ثم إلى المندرة وضاحية أبو قير. كل ده كان في بداية محمد حكم محمد علي، كانت مناطق عسكرية محظور فيها وجود السكان، وكانت موجود فيها سكنات عسكرية. ثم بعد كده خلفاء محمد علي بدأ يكون فيها طبع الريف، فلاحين ورعاة، رعاة الغنم والأبقار والإبل. ثم أصبحت بعد كده لما تم إعمارها بالسرايات والقصور للأسر المالكة والأجانب، أصبحت ضاحية الرمل من الضواحي، ومد السكك الحديد ليها عن طريق القطر البخاري ثم الترماي، أصبحت ضاحية مشهورة جدا. بعد ضرب اسكندرية 1882 كل الأجانب الأغنياء بدأوا يسكنوا في ضاحية الرمل. ايضا على شمال الصورة في الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في ابو قير، في مدينة طوسن اللي تم انشائها سنة 1975.
في مصانع وشركات مهمة جدا موجودة في منطقة أبو قير، شركة تراكتا والأهلية الورق وأبو قير الأسمدة وشركة الكهرباء، كله ده موجود يتبع منطقة أبو قير. أيضا ما عندوش فكرة إيه حكاية البحر الميت وحكاية البحر الحي. الإسكندرية فيها طبعا البحر الأبيض المتوسط، ولكن في منطقة أبو قير يوجد مسميات فقط للبحر الابيض المتوسط. المكان اللي احنا فيه ده على يمين الصوره البحر الحي، والمكان اللي بجوار المنتدى او بجوار او مكان الصيادين او الميناء يقال بيقولوا عليه اهالينا هنا في ابو قير البحر الميت. اخر طبعا البحر الميت كان زمان مكان مهم جدا للتصوير، معظم الافلام كانت بتيجي تصور في البحر الميت. اخر فيلم تم تصويره هنا في البحر الميت في ابو قير كان فيلم صباحه كده بتاع احمد حلمي. المنتدى والنخلتين وارض الاكاديميه حاليا موجوده في ابو قير. اتمنى اكون اسعدناكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه. لا تبخلوا علينا بالاعجاب من اسفل الفيديو.